بالبريد. اللي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قال النهارده انه تم اطلاق خدمه تحصيل المصروفات المدرسيه لجميع المراحل التعليميه قبل الجامعيه من خلال مكاتب البريد، ودي اضافه جديده للخدمات اللي بيقدمها البريد المصري للمواطنين، لحضراتكم للمصريين، وبتساهم طبعا في تخفيف اعباء سداد المصروفات المدرسيه نوعا ما على اولياء الامور من خلال اتاحه الخدمه في كل مكاتب البريد اللي منتشرة على مستوى الجمهورية بدل ما يسددوها في الإدارات التعليمية وكمان المدارس. وزير الاتصالات قال كمان إن الوزارة والهيئات التابعة ليها بتسعى لإتمام التنسيق الكامل بين كل المؤسسات علشان تحسين المنظومة وكمان تحقيق أقصى استفادة ليها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتسهيل على المواطنين في سداد قيمة الخدمات المختلفة. واسمحوا لي مشاهدي الكرام، بينضم لي عبر الهاتف الاستاذ عصام الامير الصغير رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للبريد. استاذ عصام اهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياه في مصر. اهلا بيك يا فندم. ايه الجديد اللي بتقدموه لاهالينا الكرام اولياء الامور بالنسبه لمصروفات المدارس؟ عايزين نتعرف عليها عن قرب في كل مكاتب البريد الموجوده في ال 27 محافظه. والله هو النهارده زي ما سيادتك تفضلت وزي السيد الدكتور عمرو معالي وزير الاتصالات اعلن ان احنا بدانا الخدمه من الصبح النهارده في 4000 فرع. 4000 فرع. عارف ان مكاتب البريد تقريبا موجوده في كل القرى وكل المحافظات وعلى مستوى الجمهوريه. فالنهارده احنا اطلقنا الخدمه الصبح في ال 4000 فرع. الموضوع كله مميكن، ما بياخدش اكتر من دقيقه دقيقتين. المواطن او ولي الامر بيزور مكتب البريد، بيسدد الرسوم حسب الرسوم اللي مطلوبه منه او حسب الفئه العمريه او العام الدراسي، بياخد الايصال وبعد كده بيتوجه للمدرسه لانهاء الاجراءات. النهارده بدل ما كان زي ما سيادتك تفضلت كان بيضطر يروح المديريه او المنطقه التعليميه، لا النهارده بيزور اقرب مكتب بريد. عندنا عدد كبير من المكاتب للساعه 3 وعدد ثاني للساعه 6 وعدد ومكاتب بتقفل الساعه 8 بالليل. جميل جدا. وبالتالي ده بيسهل جدا على المواطنين ان في اقرب مكتب بريد يزوره مش اكتر من دقيقه دقيقتين يكون دفع المصاريف. جميل جدا. انا فوجئت بعدد الافرع ما شاء الله، احنا بنتكلم 4000 فرع، ده حاجه محترمه جدا يا فندم. احنا النهارده البريد 4000 فرع، ال 4000 فرع كلهم ممكنين اونلاين. حلو جدا. كل اي فرع من الافرع بيقدم كل الخدمات اللي بيقدمها البريد النهارده، سواء للتعليم، سواء لدفع الفواتير، شحن عدادات الكهرباء، دفع فواتير التليفونات، شحن الموبايلات. النهارده البريد ما بقاش الخدمات البريديه فقط، بتهيألي ما فيش خدمه النهارده الحكومه بتقدمها الا بتقدم عن طريق البريد وفي ال 4000 فرع. حلو جدا. وده بيسهل جدا على المواطنين انه ما بقاش مضطر يسيب شغله عشان يعمل خدمه، لا، لو بيطلب بطاقه رقم قومي الجديد النهارده تجديد بيزور مكتب بريد، شهاده الميلاد في مكتب البريد. فبالتالي الحمد لله الاوتوميشن والميكنه اللي قدرنا نفرضها في مكاتب البريد الفتره اللي فاتت بدات النهارده الثمار بتاعتها، ان المواطن مش محتاج يروح في اي مكان في مصر الا في مكتب البريد يخلص كل اجراءاته. جميل جدا. ايه خطه التطوير ان شاء الله بالنسبه للبريد المصري؟ يعني نشوفه زي الشكل العالمي للبريد، ايه اللي في دماغ حضرتك يا فندم؟ والله يا فندم احنا الحمد لله احنا بقينا يعني حاله من حالات النجاح بتدرس في اتحاد البريد العالمي، ان احنا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا اكيد شايفين الطفره اللي حصلت في مكاتب البريد من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه المكاتب اللي موجوده نفسها، من ناحيه تنوع الخدمات. قريب جدا هنبدا في تحويل الاموال للمصريين المقيمين بالخارج. النهارده كنا لسه بنوقع بروتوكول مع الاردن، هنبدا نستقبل كل حوالات الماليه للعاملين بالاردن، برضو بيستلمها اهلنا في مصر في 4000 فرع، بدل ما كان بيضطر يروح لفرع معين في المحافظه او في المركز، لا النهارده هيدخل اي مكتب بريد يستلم الحواله اللي جايه له من الاردن او من الخليج، دول الخليج. وبالتالي دي اضافه جديده جدا من الخدمات اللي بنقدمها ان شاء الله باذن الله للمواطنين. كل خدمات الاحوال الماليه، الاحوال المدنيه بقت موجوده في البريد، كل خدمات توثيق وزاره الخارجيه بقى موجود في البريد، كل انواع الفواتير ودفع الفواتير، دفع مصاريف الجامعات لعدد كبير من الجامعات
بقت موجوده في مكاتب البريد. يعني مش بس يا فندم اللي كان بيرسخ في ذهننا ان البريد متعلق فقط بالجوابات بتاعه زمان، طبعا ما عادش حد بيبعت جوابات زي زمان، يعني بقى موضوع قليل جدا، التكنولوجيا اتطورت دلوقتي، لكن انتوا بقيتوا بتتطوروا مع التكنولوجيا دي، بتواكبوا العصر، مش فقط هتقفوا عند جزئيه الخطابات. التكنولوجي اللي حصل ده يا فندم هو اللي خلانا النهارده بقينا منصه تقديم الخدمات الحكوميه بالكامل. النهارده كل مشاريع الاسكان بتقدم عن طريق البريد، سواء من التقديم او الاقساط. ان شاء الله باذن الله قريب جدا، بكره وبعده بنعلن عن خدمات جديده. احنا تقريبا بقينا كل اسبوع اسبوعين عندنا بروتوكول جديد بيتوقع لتقديم خدمات جديده للمواطنين. ليه؟ لان بقى عندنا فعلا شبكة مكاتب وشبكة اتصال تعتبر من أكبر شبكات الاتصال اللي موجودة في الشرق الأوسط كله. جزيل الشكر يا فندم، وكل التوفيق ليكم في الفترة اللي جاية إن شاء الله، تنهضوا بالبريد المصري أكتر وأكتر إن شاء الله. جزيل الشكر للأستاذ عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري.